عسلمة، اسمي سمر جميل من تونس، عمري 22 سنة، متحصلة الأستاذية في الإعلامية، وعندي من هوايتي تقديم البرامج والعمل الصحفي، ولذلك اليوم قررت إني نعمل ريبورتاج على موسيقى الراب من تونس. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نلقي الضوء اليوم على موسيقى الراب من تونس وعلاقتها بالشباب التونسي خصوصا بعد ثورة 14 جانفي. نعلم أن هذه الموسيقى كانت موجودة في تونس قبل الثورة بكثير، ولكنها تبرز اليوم كظاهرة فنية على ساحة تونسية، يعبر من خلال العديد من الشباب التونسي عن مواقفهم وتطلعات مستقبلية، عن غضبهم ورفضهم للواقع. معنا اليوم شاب تونسي لنتحدث معه عن هذه الظاهرة الفنية. عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. عيشك، تنجم تعرفنا بنفسك قليلا وتقولنا ما هي علاقتك بموسيقى الراب اليوم؟ هي أنا تلميذ لقب بكالوريا 18 عام، نسمع راب من أنا صغير كيف الشباب الكل بريس، يمكن 13 عام 12 عام بديت معناها نسمع فيه، دغرا كملت معاه وعجبني معناها الموسيقى اللي فيه وسورتو البارول معناها نتاعو. إذا هل ترى أن الراب يلعب اليوم دور هام من أجل إخراج مشاعر وما يخالج الشباب التونسي خاصة في هذا الوقت الراهن؟ جا حسب رأيي أنا مش أي إنسان نجم يكون رابور، على خاطر الراب هو قايم على البارول اللي فيه. هذاك اللي هو البارول اللي فيه هو اللي يعالج معناها الحاله معناها تاعو ويخرج المشاعر نتاع الشباب، على خاطر ديجا ادي كي ترى باش الرابوريت تشتغل من الشباب معناها من كيف الشباب اللي هو يعبر لهم على اراء. نعم، يعني ان الراب يمكن يكون له دور ثقافي هام اليوم في تونس. بيان سور، معناها هو الراب من قديم الزمان معناها تحسب على ثقافه، ما عادش فن بركه معناها ولا ثقافه، على خاطر سجيات يطرحهم المواضيع كل شيء تسمى ثقافة. لكن هناك البعض من يقول أن موسيقى الراب لا تعالج حقيقة ما يحدث في تونس، لكن فيها كثير من الكلمات سيئة، ماذا تقول في ذلك؟ يظهر لي معناها ذوما يحكيو يسمعوا غناية ولا زوز غنايات اللي هو يسمى ديرتي راب، خاطر أي رابور كي يبدا يحكي يحب يحكي على روحه معناها، فما غيرها كيما الأمريكان معناها تبعهم، وميم طون فما معناها الجانب الآخر اللي هو معناها يعبر به على حالة المجتمع، كما قلنا نحن معالجة الحالة. نعم، حسب رأيك ماذا ينقص فناني الراب اليوم في تونس حتى يحققوا الشهرة العربية أو العالمية لماذا؟ مانيش باش نقول ينقصهم خبر، نقصتهم لهوة أكثر من خبرة، على خاطر اللهوة هي باش تخلق الخبرة. كي يبدا واحد لاهي بيك أنت باش تولي زيد غرامك يكثر وتزيد تعطي أكثر. مثلا عندنا برشا معناها رابوريت كي تشوفهم كفيف ما تحسوش يعرف معناها. جوست ما تحسهم ما همش عاطينو لهوة، ما همش لاهين بيه، هاو هبط فيديو على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، سموه زوز عباد، عمل كونسير جاو دخل مليون معناها، مش كيما معناها في بلدان أخرى، يعملوا له دي بيبليسيتي على الكليبات نتاعو وعلى الأغنيات نتاعو، هذاك هو اللي ناقص معناها في تونس. هنا من يمكن يلعب دور؟ الدولة، الإعلام، الشعب، الرابور؟ يظهر لي الرابور والشعب والاعلام يلعبوا كلهم مع بعضهم دور، على خاطر الشعب شعب تونس الحقيقه يحب معناها دي حاجات بيراتي، مش كيما في فرنسا يتباعوا معناها ديجا يهبطوا هما دي لي زالبوم بيراتي، هما لا ياخذوهم بالفلوس، علاش؟ على خاطر يحب هذاك الرابور يعرف انه هو كي باش يعطيه فلوس باش يربحوا فلوس باش يخرجوا حاجه ما خير مره جاي. دوطخ بار معناها الاعلام كي باش يتهب بيه باش يوريه له تصويره باهيه معناها باش يتعرف عن الشعب ويولي يحبوه. بعيدا عن المجاملة، من الفنانين التونسة اليوم انت يعجبوك؟ فنانين الراب؟ بيان سور، تعجبني دي جي كوستا، على خاطر معناها تحسو معناها عبر لي على المخ نتاعي وكيف نخمم انا والمواضيع اللي يطرحها معناها تحسها معناها نفس تفكيري انا، معناها الجزء اللي يحب يقوله على سنه هو يخرج يزيد في الموسيقى وطريقة الغناء نتاعو هو تعجبني على الاخر. شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه حلقة خاصة عن موسيقى الراب في تونس، نرجو لكم متابعة طيبة وإلى لقاء قريب.